هذه المقاطعة من غاضبون بلا حدود لموكب أمس أستاذ وليد النور، يعني هل هي بداية لانقسام الشارع في رأيك؟ هي ليست بداية لانقسام الشارع وليست بالحجم الكبير الذكر الضخم به هذا الخبر. هنالك الموكب في الأساس كان هو يوم 25 أكتوبر، صادف عطلة الكريسماس فتم تأجيل الموكب إلى يوم 5 إلى اليوم الذي يليه طوال يوم 26 أكتوبر. هنالك تباينات في وجهات النظر بين قاضبون بلا حدود وبقية لجان المقاومة، خاصة فيما يعرف بميثاق سلطة الشعب والميثاق الثوري والميثاقات الكثيرة التي يتم توقيعها بذلك. فهذه هم دعوا في نهاية البيان، طالبوا بأنه حتى أعضاءهم أنه ممكن يشاركوا بصورة فردية ولكن ليس بالمشاركة الجماعية التي كانت معروفة لدى قادمون بلا حدود. نعم، لكن هناك سؤال يردده الكثيرون أستاذ وليد، ماذا حققت المواكب لمواجهة الانقلاب؟ يعني بعد مرور خصوصا بعد مرور 14 شهرا من الانقلاب تحديدا. المواكب طبعا حققت قدر كبير جدا من التوازن بين الشارع وبين الانقلاب ووقفت الانقلاب، لأنه حتى اللحظة الانقلاب لم يستطيع تكوين حكومة تنفيذية تنفذ تقوم بالأعمال اليومية وتجد الاعتراف من الاتحاد الأفريقي ويتم عزل السودان من ذلك. المواكب هذه المواكب التي راح ضحيتها أكثر من 122 شهيد هي مواكب فشلت، حتى مجلس السيادة عندما قام قائد الانقلاب بتعيين 6 من المدنيين كأعضاء لمجلس السيادة كما كانت في الوثيقة الدستورية الممزقة بأنه أعضاء من المجلس من 6 من الحرية والتغيير مدنيين و5 من المجلس من المكون العسكري. هذه المواكب عطلت هذا عندما تم تشكيل هذا المدنيين بدون رغبة الشارع، ففي النهاية اضطر قائد الانقلاب إلى إنهاء خدمات الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، ولم يستطيع تعيين رئيس وزراء ولم يستطيع تشكيل حكومة ولم يستطيع تعيين حتى حكام للولايات، بل استعان بالضباط التنفيذيين الموجودين في أجهزة الولايات. هذه هي فائدة المواكب التي ظلت في الشارع لأكثر من 14 شهر. نعم، بشأن لجان المقاومة، يعني سؤال، لماذا فشلت إلى الآن في تشكيل قيادة موحدة؟ لجان المقاومة بدأت بالطريقة الأفقية كما الطريقة التي بدأ بها تجمع المهنيين، كانت هناك قيادة أفقية. لجان المقاومة هم شباب جدد لهم كثير جدا من الجرأة والشجاعة في التصدي للانقلاب، ولكن تنقصهم الخبرة السياسية، تنقصهم الأجسام التي يمكن أن يتحدوا خلفها. لجان المقاومة لو كانت كونت حزبا أسمته لجان المقاومة وأدارت وكونت لها هياكل رأسية بدل الأفقية كان يمكن أن يكون لهم دور مؤثر في المشهد السياسي. نعم، ولكن الآن هم في الاتجاه الصحيح. الآن بعض لجان المقاومة بدأوا في المشاورة وفي الانفتاح على الآخر وفي كيفية تكوين أجسام تكون مقبولة للجان وللشارع السوداني. نعم.